كوكو لي في الحباب، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا قاعدين بخير. اليوم جبت لكم وصفه سهله مهله وبزاف يعنتها سريعه. الوصفه تاعنا اليوم هي الكاشير، ولا نقدروا نقولوا له الباتي بالبولي، ولا تقدروا تقولوا له تانيك مورتاديلا. انت درت طريقه سهله وبسيطه، واكدوا لي على صحيه. الوغ اذا حبيتوا طريقه اروحوا معايا نوري لكم كل شيء. المكونات اللي نحتاجوهم للباتي تاع البولي تاعنا اللي هو الكاشير تاع الدجاج، هي خديت 400 غرام تاع البلون تاع البولي، تقدروا دوبلي ولي اسما اذا حبيتوا ديروا اكثر ديروا الدوبل تاع كاع لي ميزور اللي راح نعطيهم لكم. خديت زوج فصيصات تاع الثوم ولا ثلاثه، طربيهم بهالطريقه. خديت 120 غرام تاع السميد يكون رقيق. عندي 1 2 3 4 5 المكونات اللي نحتاجوهم للباتي تاع البولي تاعنا اللي هو الكاشير تاع الدجاج، هي خديت 400 غرام تاع البلون تاع البولي، قطعوه بهالطريقه، واذا حبيتو اكبر استعملوا الدوبل. خديت 70 مليلتر تاع زيت النباتي، خديت ربع فصيصات تاع الثوم وريحتهم بهالطريقه، 120 غرام تاع السميد يكون ناعم. بالنسبه لزيبيس ديت الملح، فلفل ابيض ولا تقدروا ديروا فلفل اسود، خديت بيان سور فلفل عكري كيما هذايا هكذا، وخديت البابريكا اللي هي فلفل حلو، ودرت شويه تاع الكمون، انا نحب البنه تاعو بزاف، وخديت الثوم تكون مربيه بهالطريقه، وخديت بيرسيل ساش هكذا يكون تقدروا تستعملوا معدنوس عادي، يعني تاع كميه شويه هكذا. خديت ربع حبات تاع الفرماج، خديت زيتون، وبيان سور عندي فلفل حلو هكذايا يكون اللون تاعو احمر ولا اخضر، هذا يضل اختياري، وربع حبات تاع البيض. هادو هما كاع المكونات، اروحوا معايا نوريلكم الطريقه. اول شيء تاخذوا خلاط كهربائي، تاخذوا هكذا ميكسر، حطوا فيه البولي تاعكم هذا الدجاج، وتحطوا فيه كاع المكونات هكذا. باش نحطو نسبق نحط الزيت تاعنا بيان سور، نحط الثوم، فوالا، نحط لي زيبيس تاعي كاع، فوالا، وبيان سور نقصر الحبات تاع البيض لداخل، فوالا البنات. نزيد نحط السميد تاعنا، ونخلط كاع المكونات مدة واحد دقيقة. فوالا البنات شوفوا هكذا يصير شكل الخليط تاعكم، شوفوا فوالا البنات. ناخدو دوكا بابي سيلوفان هكذا، نقطعو وندير منو طبقتين ولا ثلاثة باش يكون يعني تهشد روحو مليح. فوالا نفتحوها بهالطريقة هكذا، نزيد نقطع فوالا، نزيد ندير طبقة واحدة أخرى بهالطريقة هكذا. معليش ندير معاكم ثلاث طبقات باش تتاكدوا بلي يشد لكم مليح كي تحطوه، كاين بزاف تانيك اللي يحبوا يديروه يفور، بصح انا نفضل طريقه تاع يغلي خير، يعني هالغليان طريقه اسرع ومضمونه هكذا. واش نديرو دوكا؟ ناخذ الخليط تاعنا كاع ونحطوه هنا كطبقه هكذا من فوق، شوفوا وديك الريحه ولا اروع، يعني انت ما عندي ما نقول لكم.
وكل واحدة هاد لي زيبيس وكاع يضل اختياري. فوالا البنات شوفوا، تاخذوا الخليط تاعكم، شوفوا الالوان اللي من الداخل. فوالا هكذا تبصهم هكذا فوق بابي سيلوفان تاعكم. واش ديروا من بعد؟ تاخذوا حبيبات تاع الزيتون تاعكم، تقدروا تحطوهم بهذا الشكل هنا في الوسط هكذا، ويضل اختياري. يعني تاعك كاين بزاف اللي ما يحبوش الزيتون. فوالا ندير الفلفل هكذا. تاني كاين بزاف اللي يحبوا الفلفل، كاين اللي ما يحبوش. زيد حبيبه الزيتون هنا النوع اللي نحبوه. فوالا زيدو ديرو فرماج سورتو للدراري. فوالا هنا تأكدوا باش كل ما تقطعوا المورسو تاعكم يجي فيهم الفرماج من الداخل هكذا. وتزيدوا تاني هادو ما فريمون يعني تاع حبيبات هكذا تاع الفستق، وزعوهم في كاع بيستاش هكذا. فوالا من بعد واش ندير؟ تاخذوا هكذا وتقلبوا هكذا كل الشيء داخل هاك، وتبداو تشكلوا فيه يعني تا باش يعطي الشكل تاع الباتي تاعكم. يعني تا من لي دو كوتي هكذا تبداو تزيرو فيه للداخل. يخرج تاني كنفس كاع لي من الداخل هكذا. شوفوا قد ما تزيرو قد ما يشد روحو مليح هكذا. شوفوا شوفوا كيفاش باش الهواء كاع يخرج هكذا، وتعطوه الشكل يعني انت لي لازم. فوالا هكذا، ومن بعد تحكمو ملي كوتي هكذا بيان سور تربطوه. نحطوه مليح باش ما يدخلو الماء هكذا. زيدو تزيروه مليح باش كلش من هاد الكوتي باش كلش يروح من. شوفو قد ما تزيروه قد ما يتشكل لكم مليح. نبداو ضلو تضغطو عليه من هنا باش يتسقم هكذا. زيدو ربطوه من هاد الجهة. فوالا البنات شوفوا واش بغيتو تاخدو. تاخدو بابي ألمنيوم تحطوه هنا الطريقة. فوالا تحطو ندلكم هنا بغيتو تغلقو عليه مليح هكدا نفس الطريقة اللي درتو. تزيرو منا من الطرفين هكدا. من الداخل نزيدو نفس الشيء من هالطريقه، وهكذا الماء تاعكم يكون سخن مليح غلا يعني هكذا الشكل تاع الكاشير تاعنا. ونحطوه دوكا في الماء يطيب مده 35 حتى 40 دقيقه. فوالا البنات شوفوا الماء تاعنا كيفاش صار يغلي. نحطو الكاشير تاعنا هكذا الداخل مرتدلنا، ودوك انا زيت شويه تاع الماء لازم حتى يتغطى مليح. فوالا البنات نزيد له الماء هكذا حتى يتغطى كيما قلت لكم هكذا، ونخلوه يطيب مده 40 دقيقه. فوالا البنات شوفوا هذا هو صار شكل الباتي تاعنا بعد ما طاب. دوك هاديك واش ندير؟ نخليه يبرد هنا
مدة على درجة يعني تاع المطبخ تاعنا، حرارة المطبخ نخليه واحد نص ساعة حتى لساعة، ونزيد نحطه في البراد مدة واحد ساعتين. فوالا اني عاود وليت لكم بعد ما شفتوا الطريقه اللي درت بها الباتي تاعنا. اروحوا معايا نزيدوا نوري لكم كيفاش رجلي وبيان سور نذوقوه. فوالا شوفوا، وبالنسبه عندها شوفوا تقطع، شوفوا الفرماج توسا. بيرفكت. الوغ اذا عجبتكم الوصفه والطريقه اعملوا لي جيم وشاركوني في قناتي مع فازو دائما جديد. فوالا البنات شوفوا هذا هو الباتي تاعنا كشير. فوالا